للوهلة الأولى ترى المنظر أمامك كأنه مثل أفلام الرعب، عالم مجروحة، الغبرة ممتلية الدنيا، ناس رايحة ناس جاية، ناس جرحى، دمار شبه كامل بالمنطقة. هذا البلد لنا عايشنا فيها، اشتغلنا فيها، أكلنا شربنا فيها. هلا وقت اللي صار معنا هيك أكيد بدنا أن تكون مفلل. أنا هون مقيم بالبناية هون صار لي 23 سنة، فأمر عادي أنه أنا أساعد وأنا أقدم مساعدة لأنه هذا أمر إنساني بحت. لنا تقريبا شي 3 جمعة نزلنا كلها. 3 جمعة؟ إيه. هذا اللي ما معون هذا يساعدهم رانا ندفع لهم بيوتهم، وبقينا نحرس المنطقة خوفا من انه استغلال الوضع وتكثر السرقات. This is we call here our country. Wherever you are you see it as your country. So this is what we did. It is the country that has given us shelter and we need to repay back. Of course, there is a big discrepancy or there is a big disparity between the response targeting migrant communities and the one targeting Lebanese people. Because unfortunately, as we've seen and as we've heard a lot of accounts, a lot of the relief initiatives had been very explicitly saying that they only want to help Lebanese. الشمس كان عم بنكنسها، عم بننظف الشمس وعافينا الشمس يعني. في المرة عم توزع الأكل وماي ما بعرف أساس. معليش لو بتعطينا بنكون انبسطنا، بس بالاسف ما اعطتنا شوي زعلنا راحنا. قال لي خذ اوراقك ما في للسوري الله معك، بطريقه عنيفه بطريقه قاسيه امام اولادي كانه احنا غير عالم، غير انه احنا زمره ثانيه او ثالثه او غير مصنفين بالاحرى. هيدا أكيد ما عنده ولا سند قانوني، يعني ما عنده سند قانوني ليش عم بيصير في تمييز بالمساعدات بين الأشخاص الأجانب والأشخاص مش أجانب، بما أنه الأشخاص الأجانب مثلهم مثل الأشخاص اللبنانيين تضرروا من جراء الانفجار.